حكينا عن الجست اليوم حكمل السوفت تشو ساركومز اللي اكثر شيء ممكن نشوفوها بالعياده هلا في رير في لسه طبعا هنا 50 سب السوفت تشو ساركوما ففي كثير سب لكن ممكن حغطيهم انا عامله تبع التيومر بورد لما حيكون حراجع البورد ريفيو عفوا عامله كل الرير تيومرز وكم كلمه عنهم فهدول لما حنعمل الأسئلة إن شاء الله رح أرجع راجعهم معكم بس مين اليوم رح أغطي معظم الساركوماز اللي بنقابلها بالعيادة الـ Most Common Subtypes فحبلش بالـ Liposarcoma از is the second most common type of soft tissue sarcoma uh, a broad spectrum of subtypes Liposarcoma هي تقريباً 5 subtypes range from well-differentiated to de-differentiated subtypes في عنا well-differentiated في عنا myxoid or round cell subtype في عنا pleomorphic subtype في عنا other sub, uh, rare subtypes اللي هي mesenchymal subtypes clear cell subtypes وفي عنا de-differentiated uh, subtypes هل هدول مهمين؟ طبعا بعضهم مهمين بالعلاج مثلا اذا اجاني well-differentiated uh, comparing to de-differentiated العلاجات مختلفه هلا دي ديفرنشيتد وميزنكايمل وبليومورفيك عادة بيكونوا ريزيستنت تو chemotherapy عندكم المزن كايمل ممكن نعالجها مثل ما منعالج الاوينج ساركوما في عنا البليومورفيك ممكن نعالجها مثل ما منعالج الاستيو ساركوما فالسب تايبس تبع اللايبوساركوما احيانا بتفيدنا حتى لو بالسوفت شو كومبيرينج انه ممكن نعالجها مثل ما بنعالج البون ساركوما So well differentiated to de differentiated subtypes بيكون عندنا 50 to 55% of the cases وهدول صراحة أكثر شيء بشوفهم بالعيادة. الأسبوع الماضي تقريبا شفت أربعة de differentiated liposarcoma new cases. في أحيانا ممكن يقولوا لكم شيء اسمه atypical lipomatous tumor. هذا pathologic misnomer وهو low-grade well-differentiated liposarcoma. عنده scler uh, sclerosing features دائماً إذا كان بالpath report في sclerosing feature فهذا predict disease recurrence. المكسويد or round cell subtype وهذا أحياناً لأنه هو round cell بيخربته بينه وبين ال-owing uh, ال sarcoma. So myxoid 40% وعادة هذا بيكون the most chemotherapy sensitive subtype. بيكون في عنده chromosomal abnormalities 12 to 16 or translocation 12 22, uh, spine, pelvis, metastatic it may show up only on MRI. و subtype. في شغلة مهمة بتشوفوها بالباس هي بتقول إذا الـ Liposarcoma vs. Leomyosarcoma اللي هي دي ال MDM2. لما بتكون موجوده اول ما بدي لي الباثولوجيست بتقول لي ام دي ام 2 موجوده بعرف انه هي هي لايبوساركوما هلا من جديد صرنا ندور كمان منبعث للسي دي كي 4 6 نفسه تبع البريست كانسر لانه عندنا هلا ال ويل ديفرنشيتد والديفرنشيتد ممكن نستخدم له ابيما سيكليب واي برنس تقريبا عندي ثلاثه بالعياده على أبيما سيكليب Uh, وعندنا اخر شيء البليومورفيك سبتايبس اللي هو 5% سو so, هدول السب تبع اللايبوساركوما مهمين نعرفهم مشان العلاج ومين سنسيتيف ومين ريزيستنت للكيموثيرابي هاي صوره عن اللايبوساركوما اكس راي بتأجينا كيف ال... الماس سوفت شو ماس هير حتى احيانا هون ممكن تاثر على البون وتفوت بالبون والرود ذا بون وهي هي تبع الـ تمام، الـ second type، الـ third most common subtype، اللي هو الـ high-grade undifferentiated pleomorphic sarcoma. زمان كانوا يسموه malignant fibrous histocytoma أو MFH. هو الـ third most common type of soft tissue sarcoma. قلنا uh, إنه اسمه اتغير، صار high-grade pleomorphic sarcoma أو UPS. Uh, Mafi translocation, no clear translocation. Ukaman عنده several subtypes. Fi fibrosarcoma, giant cell UPS, or inflammatory UPS. And this is x-ray picture of soft tissue UPS. Leomyosarcoma. The fourth most common type of soft tissue sarcoma commonly originates from abdomen, blood vessel, wall, and inferior vena cava, retroperitoneum, or uterine. Difference in chemosensitivity, uterine leomyosarcoma is sensitive to iphosphamide, abdominal leomyosarcoma is not. And many previously called, مثل ما قلنا بالمحاضرة الماضية, معظم اللي كانوا يسموهم GIST, هن كانوا آه كانوا يفكرون من زمان ليو مايو ساركوما وهلأ صار نيو كلاسيفيكيشن لإلهم في شغلة هون إنه ليو طبعاً نحن بالساركوما عادةً بدنا نفرق إنه هل هي في شغلتين بتكون تفرقوا هل هي ترانك أند اكستريميتي ولا هي ريترو لأنه ممكن يختلف الستيجنج مثلاً الليمف نود بالريترو بريتونيال ستيجنج تعتبر ستيج 3 بالترنك والاكستريميتيز طبعا اللمف نود تعتبر ستيج 4 ميتاستاتيك يعني اذا واحد عنده بالثاي وفي عندنا لمف نود بالانجوينال اريا بنعتبرها ميتاستاتيك اما بالريتروبريتونيا كل اللمف نود هي تعتبر ريجنال لمف نود فبنعتبرها ستيج 3 بيختلف العلاج عاده مو بنوعيه الكيموثيرابي بس نعطي راديشن ولا ما نعطي راديشن بالنسبه للليومايوساركوما فرقه عن الباقي لانه الليو بتفضل انها تجي بالابدومينال اريا بالريترو كريتونيال. فعاده بنفضل الراديشن اذا كانت بالاكستريميتيز بالترانك بس معظم الجراحين ما بيحبوا يكون في راديشن خاصه النيو ادجوفنت راديشن بالليو لانه ممكن اذا صار ريكيرنت ديزيز وحبوا يفوتوا يعملوا جراحه رح تاثر على رح تاثر على الري اوبننج ري سيرجري او ري <applause> فلذلك بفضلوا انه ما يكون في رادييشن ثيرابي هلا هذا كله طبعا رح نحكيه بس عم حاول انه لما بنوصل على شغله بس الفت انتباهكم لشغله مهمه بالتريتمنت فهلا حكينا عن اللايبو ساركوما والسب تايبس تبعها حكينا عن الاندفرنشيتد او اليو بي اس اللي هي الهاي جريد بليومورفيك ساركوما والليومايو ساركوما اللي قلنا هي اكثر شيء بتكون بتجي من ال ال الابدومين تقريبا عندي شي اربع خمس مرضى معظمهم جاي كانت من الانفيريور فينا كيف ساينوفيال <applause> ساركوما هي the most sensitive adult sarcoma to chemotherapy. كروموسوم ابنورماليتيز طبعا عندنا two subtypes عندنا biphasic و monophasic عندنا ال biphasic Uh, بيكون في عندنا الترانسلوكيشن لوكيشن X18 الجين برودكت SYT SSX1 المونوفا هو نفس الترانسلوكيشن لوكيشن بس الجين برودكت بيكون SSX2 تايب type has a better prognosis and response better to chemotherapy than monophasic تايب كمان هي uh, بما انه هي الاسم تبعها synovial فنحن دائما بيختار لنا انه هي رح تكون Uh, بالسينوفيا الجوينتس وهالاريا بس هي مزنومر ممكن تجي باي مكان عندي مريضه عندها وحده بالابر uh, بالابر ارم uh, عندي مريضه عندها سينوفيا ساركوما باللونج which is very very rare وعندي مريضه عندي سينوفيا ساركوما بالثاي uh, فممكن تجي هي باي مكان Staging and Treatment for Soft Tissue Sarcoma uh, طبعا هذا last staging the eighth edition هو تقريبا مختلف عن باقي الساركوماز إنه نحن مثلا بالبريست باللونج بالهيد نيك عندنا لازم ناخذ لحتى نعمل الستيجينغ السايز تبع التيومر واللمف نود وإذا في عندنا Distant Metastatic Disease أو لا بالنسبة لل بالنسبة للsoft tissue sarcoma طبعاً الجريدنج موجود الجريد هو بارت من الستيجنج والجريد طبعا بيعتمد على شغلتين انه هل في نحن عندنا طبعا هو لو انترميديت هاي وعاده بالسوفت شو ساركوما بمعظمه مثل عندكم اللايبو ساركوما الليو ماي ساركوما احيانا بيعتبروا الجريد هلا بيقولوا لو انترميديت هاي بس لما بيجيكم الباث ريبورت بتلاقوا عم يقول لكم هاي مع انه الجريد 2 ففي بعض السوفت تشو ساركوما يعتبر grade 2 هاي جريد حتى لو لقيته جريد 2 ما له مخربط الباثولوجيست هي جريد 2 و 3 يعتبر هاي واللو يعتبر جريد 1 فعنا بيعتمد على شو قديش عندي ميتوتك ريت بير هاي باور فيلد معلش ثواني عن اذنكم بس فنحن فنحن عندنا الجريد لو انترميديت هاي وقلنا جريد 2 و 3 ببعض السوفت تشو sarcoma بيجيكم على انه هاي جريد التيومر سايز ما بيختلف لعند ال 5 سنتيمتر uh, stair, T1 من 5 ل 10 T2 من 10 ل 15 T3 وبعد اكثر من 15 هو uh, T4 طبعا الدبث تبع كلاسيفيكيشن عفوا الجريد كنت عم بحكي كيف من الجريد على الميتوتيك ريت بير 10 هاي باور فيلد وقديش عندنا نيكروسز الدبث طبعا عندنا سوبرفيشال وعندنا ديب بيست اون ريليشن investing فاشيا طبعا عندنا الليمف نود بيكون ستيج لاحظوا انه ايكولي بعد اوتكم stage 3 بي او 4 ليش ممكن يكون ستيج 3 بي اذا كان عندنا ريترو <applause> فاللنف نود الريجنال تعتبر ستيج 3 اما اذا كان ببعض التيومرز بيكون ستيج 4 طبعا حكينا بالمحاضره الماضيه معظم ال السوفت تشو ساركوم بفضلوا يروحوا على اللنج وبيفضلوا يروحوا على الفيرست لنج الا ببعض الحالات بالليو مايو ساركوم اللي بتكون بالابدومن فبتفضل تروح على الليفر اول بعدين على اللنج

اما اذا كان هاي جريد فحتى T1 التي 1 و... التي تعتبر ستيج 2A، التي T3 uh, و4 ستيج 3A وستيج 3B وستيج 4 uh, طبعا اذا كان عندنا M1. الستيج 3 ببلش اذا كان عندي N1 disease. تريتمنت للسوفت شو ساركوما. هلا اهم شيء لما بيجي المريض على العياده انه انا اشرح له شو هي بيجوني المرضى ما بيعرف شو عنده شو عندي تيومر بالبون عندي تيومر سموير سوفت شو كثير مهم تشرح للمريض انه السوفت ساركوما بقول للمريضه انه الساركوما مختلفه عن باقي الكانسرز هلا انا بعالج مع الساركوما بعالج مالي ساركوما وبريست فبقول لما بيكون عندي بريست بعرف انه 1 2 3 4 بدي اعمل هيك لا راديشن خلص في آه لاينز بالنسبه للساركوما بقول لها اول شيء شو هو ما هو سوفت تشو السوفت تشو شو بتعمل لي بتعمل لي المسلز الفات الاديبوز تشو الكارتيلج البريفرال نيرف بقول لها الارتريز تبعك متكون من كل هدول الفينز تبعك متكونين من كل هدول المسلز تبعك متكونين من كل هدول بعدين بشرح للمريضه معناتها هو كثير رير اول شيء دغري بعطيهم بقول لهم مثلا باليونايتد ستيتس كل سنه بين كل الكانسر عندنا 3% بتكون ساركوما فبقول لهم هذا فيري رير كانسر ما بتصير عليه ستاديز مثلا احسن ستادي بهارفرد بتصير بتلاقي 25 مريض بس بالستادي فهذا بشرح لها للمريضه بعدين بقول انه مو بس اذا انا عندي هذا التايب اذا عندك سينوفيال ساركوما او اذا عندك يو بي اس او اذا عندك آآ آآ ليو او لايبو معناتك خلص هو نفس العلاج لا بيعتمد اللوكيشن تبعه فبقول احيانا بنفس الثاي اذا كان زايح كم سنتيمتر لليمين او لليسار بيفرق العلاج، هل في ارتري قريب منه؟ هل في نير؟ هل في انفيرور فينا كيفا؟ هل في اند... آه في ارتريز؟ آه... 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 هل انا رح اخسر الفانكشن تبع المسلز؟ فهدول كل الشغلات كتير مهمه، فبقول ما شرط التايب الشرط وين اللوكيشن ووين مكان التايب وشو الـ وين مكان التيومر وشو الادجيسنت ستراكشرز اللي محاوطه بالتيومر فهذا بيعمل العلاج تبع الساركوما فيري تريكي آه، تاني شيء بحكي لهم المرضى دائما بيجوك تبع الساركوما بدهم يعملوا آه قضايا لانه بي... اللي انا كنت اشتغل بالكول ماينر كنت اشتغل بهالمدرسه كنت بدي ارفع دعوه فدائما بشرح له المريض انه الجينيتك بيلعب دور وبس غالبا هو سبوراديك فهي شغلة تانية ثالث شيء المين تريتمنت المين تريتمنت هو اللوكال كنترول اللي هو أنا بدي بقلة I need to take the mass out cut it out with a negative margin هذه هي اللي بتعمل لي كيور كثير آه كتير بشرح للمريض شو الفرق بين الكيور والريكيرنس كيور أنا هلأ عالجته بس هذا لا يعني إنه المرض آه إنه ما رح يرجع بتقلي يعني ريميشن بقلة لا مختلف عن اللوكيميا ما له علاقة بالريميشن

فبشرح لها المريضة انه احيانا طبعا مثل قلت لكم مثال البردقانة ما بعرف اذا حكيت لكم اياه يعني المرة الماضية وهذا بستخدمه مع كل المرضى عندنا البردقانة من جوا وعندنا قشرتها من برا بقول الكانسر هو البردقانة والقشرة اللي برا هذا كله المفروض يكون نيجاتيف مارجن بعد الجراحة لحتى اقول انك انت كيورد اكثر من 1 ملم بكل surrounding ذا كانسر لحتى لك كيورد فروم ذا كانسر بقول لها this is قبل ما تروح على الجراحة بشرح لها إنه هذا أحيانا قد ما نعمله R0 is very rare to happen especially بال retroperitoneal ف I always tell the patients ممكن ترجعي لي ب R1 and hopefully not R2 microscopic <applause> 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 or macroscopic uh, margins فهي شغلة كثير مهمة وبقول لها إذا ما إذا ما صار R, uh, R0 فنحن بدنا نستخدم ال other uh, modalities اللي هي radiation أو الكيمو على حسب Type <applause> فالمهم uh, بالنسبة نرجع مرة تانية فعندي ببعث المريض على الجراحة وهو بيعرف إنه قد يكون R0 R1 R2 أحيانا بقول له إنه هاي ما غلطة الجراح لأنه الجراح is trying to preserve the function of the muscle he's trying to preserve an artery or an a vein Uh, طبعا السيستم كنترول دائما كونتروفيرشل وما في اي كونسنسس بين انه هذا التايب وي هاف تو جيف كيمو اور نوت تو جيف كيمو ساركوما ميلي ا مالتي ديسيبلينري ديسيجن اللوكال كنترول سيرجري ان بلوك ريسكشن نيجاتيف مارجن ستاندرد اوف كير الراديشن ثيرابي طبعا في عندنا بري اوب وفي عندنا بوست اوب راديشن Post-op بعد الجراحة uh, 63 gray typically, neoadjuvant pre-op radiation بيكون عادةً lower dose, smaller field, more wound problems, and less long-term complications. فمشان هيك الجراحين بيفضلوا إنه ما يعملوا neoadjuvant uh, radiation. <coughs> Both adjuvant and neoadjuvant radiation بيقللوا 50% decrease local recurrence in general. Uh, EBRT of proven benefit for low and high grade uh, tumors. Brachiotherapy is a proven benefit for high grade tumors. for gynaecological uh, sarcomas. Proven benefit for a closed surgical margins or residual disease. And proven benefit for extremity sarcoma, and a clear benefit for abdominal or visceral uh, sarcoma. آه، نادرا ما اعطي آه، آه، نادرا ما اعطي راديشن بالريتروبريتونيال او ابدومينال ساركوما على فكره حتى لو كان في بوزيتيف مارجن عندي تقريبا شي ثلاث اربع مرضى قريب كثير من الانفيرور فينا كيفا حتى هو غالبا بيكون طالع من المسلز تبع الانفيرور فينا كيفا طبعا ما صار ار 0 ضل ار 1 وفي مرضى صار ار 2 ومع ذلك بس يعني most of the bulk of the tumor was out except the focal positivity على inferior فينا cava ومنعرف أنه حتكون high chance for disease uh, to come back ومع ذلك uh, في يعني مرضى ما رضيوا وراحوا عملوا second opinion بجونز هوبكنز وبأم دي أندرسون وكل قالوا لهم no radiation فحتى لو كان أحياناً positive margin بالinferior vena cava we don't do radiation Treatment for soft tissue sarcomas, uh, local uh, control radiation, standard of care to apply radiation to primary tumor site of all soft tissue sarcoma of extremities and the trunk that are more than five centimeter independent of a grade as neoadjuvant or adjuvant treatment. Is an A tumor <coughs> based on size, not on a grade is again five centimeter or more or two. I can offer patients a, a, a radiation. امبارح uh, بالعيادة شفت مريضة عندها دي differentiated liposarcoma بال uh, بالمصل تبع الثاي وكان حجمها 6.5 سنتيمتر uh, growing uh, fast وحطيناها على الراديشن before the surgery. There is no clear role for radiation for abdominal or visceral sarcoma. treatment for soft tissue sarcoma systemic control important for large high-grade soft tissue sarcoma uh, eight centimeter tumor three to eight centimeter uh, tumor carries 50% chance of dying of this tumor does adjuvant or neo-adjuvant chemotherapy work First, we need to know which chemotherapy works for metastatic disease. اللي, شت... اللي مثل مثل أي كانسر اللي كانوا عم يشتغلوا على metastatic disease جابوه لنا وفي بعض الأحيان بنستخدمهم uh, آه للنيو أدجوفنت. هلا نحن حنروح بالجايد لاينز كلها وشو التريتمنت وبالنهاية رح أحكي لكم عن بعض الكيسات اللي أحيانا ما لها أي قاعدة آه بتمشي على حسب حالة المريض يعني literally case by case. Chemotherapy for metastatic soft tissue sarcomas: عنا uh, الـ Drugs uh, Single Agent doxorubicin 20%, Iphosphamide 20%, Dacarbazine 18%, usually for Leomyosarcoma, Taxanes 12%, usually for Angiosarcoma. طبعاً uh, سواء بالـ سواء بال, uh, أو بالـ Uh, إذا أنت مثلا فات لعندك المريض مثلا إجاني من شي uh, تقريبا من شهر أربعة أو شهر ثلاثة إجاني مريض عنده soft uh, UPS high grade UPS بال chest wall فأخدوا الجراح وعمل له جراحه ويعني he removed everything with negative margin ال infection لبين ما عم يزبطوا الوند وبدهم يبعثوا لعندي لحتى اعطيه حتى ياخذ راديشن وبعدين نعطيه الكيموثيرابي ما في يمكن حوالي 8 اسابيع رجع اجريسفلي بنفس القرنه ولارجر آه رجعوا عملوا مره ثانيه ري ريسكشن لبين ما عمل ووند هيلينج رجع مره ثانيه خلال ثلاث اسابيع بس كان وايدلي ميتاستاتيك لونج آه ميتاستاتيك ديسيز احيانا الهاي جريد اليو بي اس فيري اجلي و فيري فاست جروينج ومين كمان الدي ديفرنشيتد لايبوساركوما والبليومورفيك ليوميوساركوما هدول بيكونوا اجلي وفاست جروينج فاللي صار آه المريض حتى ما عاد في وقت نعطيه راديشن فبصراحه فوتته بهالحاله عندي خيار هل انا بدي سرفايفل ولا بدي ريسبونس السرفايفل ما في فرق اذا اعطيت دوكسو روبسون سنجل ايجنت ولا اعطيتهم كومبينيشن دوكسو روبسون وايفوسفاميد ما في فرق بس اذا بدي ريسبونس ريت لما انا اعطي دوكسو روبسون بلس اي فوسفاميد بيطلع الريسبونس ريت احيانا 50 تو 60% اتليست 40% بس ممكن يطلع 50 تو 60% الريسبونس ريت فهذا المريض صراحه فوته مع انه عمره 72 يير اولد بس هيز a ا فيري جود 72 يير اولد وعطيته دوكسو روبسون وايفوسفاميد هلا خلص تقريبا من من تقريبا من يومين خلص ال 6 cycles ال lung clear ما في disease ابدا يعني حتى هو قال لي انا هلا curable قلت له لا بس still I will consider you stage 4 وهلا بعد الدوكس لانه طبعا الدوكس روبسون له لايف تايم limit دوز اللي هو 400 ببعض الحالات وهلا رح احكي لهم في exceptions بس هو عمره 71 مستحيل اطلع له فوق ال 400 Uh, فهلا بعد ما يخلص I will move to gym docetaxel أو gym single agent uh, فهي إنه الفكرة response rate هو صح 2020 بس أنت كمان بدك تفكر أنا بدي وال survival ما بتفرق بس أنا شو بدي إذا بدي response rate سريع فممكن استخدم combination chemotherapy <coughs> combination chemotherapy for metastatic soft tissue sarcoma Uh, طبعا ال MAI اي بيسم ناس بيسموها ماي وناس بيسموها ايم uh, اللي هي مزنة للبروتكشن الهيموراجيك سيستايتس اللي بيحدث الايفوسفامايد الاي فور او دوكسر روبسون أيفوسفاميد، ايفوسفامايد 40% ريسبونس ريت في ستدي صارت ريتروسبكتيفلي uh, قالت ممكن انه يطلع كمان uh, ل, uh, ل 60% طبعا ادريا وقلنا ذا وعندنا الاولد ايجنت اللي هنا سايكلوفوسفومايد فان كريستن ادريا تي دي اي سي 40% ريسبونس ريت فلاحظوا لما عم نعمل كومبينيشن الريسبونس ريت اعلى الجيم دو تاكسل آه كمان كومبينيشن كيف بنعطيهم؟ عندنا الايفوسفومايد والدوكسورابسن المريض غالبا بعطيهم هدول امبيشنت آه chemotherapy ليش بنعطيهم امبي ليش بعطيهم امبيشنت مو اوت بيشنت لانه اذا بدي اعطي الاوت بيشنت الدكتور بدك تعطي بولس وبدك تعطي الدوز اعلى بيكون وبدك تعطيه خلال بس يومين دي 1 ودي 2 اذا كان اوت بيشنت اما اذا كان امبيشنت فانت بتعطيه على مدى اربع ايام فبيكون ليس كارديو توكسيك للهارت بالنسبه للدكتور لما بتعطيه بدوزز 4 دايز كومبيرينج تو 2 دايز بيجي مريض بقول له حتفوت مثلا يوم الموندي تنين تاخذ داي 1 داي 2 داي 3 بتاخذ بوث اي فوسفاميد اند دكتور روبسون اند داي 4 يو ويل تيك اي فوسفاميد اونلي اند طبعا نحن المزنه بنعطيه uh, طول uh, قبل الاي فوسفاميد وبعد الاي فوسفاميد الجيم دوسي تاكسل غالبا بعطيه بعطيه داي 1 بعطي المريض جيم سايتابين وداي 8

Fibroblastic Growth factor receptor inhibitor, and we the block cell cycle at uh, G2 phase and M phase, uh, and alters the DNA transcription repair. Newer treatment options for metastatic lehuva votreant. In this study, patients have failed at least one anthracycline-containing regimen. As a result of this study, FDA approved Bozapinib, in April 12, uh, 2012 for advanced refractory soft tissue sarcomas, patient who failed prior chemotherapy with anthracycline. هلا احيانا هي study <coughs> شو قالت؟ قالت at least one anthracycline containing regimen صح؟ اجاني من فتره مريض عمره 90 سنه بس he looks like a 70 year old وجربت له أول شيء طبعا هذا مستحيل إني أعطيه الدوكس روبسون فجربت له أول شيء الجين دوسي تاكسون وبصراحة ضل تقريبا من شهر أربعة لشهر اثنين يعني تقريبا سنة إلا شهرين ديسيز كنترولد بعدين المريض progressed فكان عندي إني أستخدم الفوتريان فما بناخذها ليترالي إنه والله لازم يكون عندي انثراسايكلين Sometimes it depends on the age of the patient performance status إذا the تعطي الدوكس روبسون أو لا. So هذا المريض أعطيته Votreon، كمان شغلة ثانية طبعا uh, recommended dose 800 كمان ما مو شرط إني أعطيه 800 من أول شيء فأنا بصراحة هذا المريض uh, كان عندي منتور بالجي يو كل ال elderly patient له من تحت ويطلع لفوق فما كان ما كان يبلش بالهاي دوز وبعدين ينزل بعدين ينزل يعني دي اسكليتنج فانا بصراحه تبعت نفس الشيء بال بالالدر بيشنت وبالساركوما ببلش احيانا حتى ب400 هذا بلشت له ب400 واخذت ريسبونس تقريبا شيء اربع خمس شهور لما فقدت الريسبونس رجعت رفعت له شوي لل600 على ال600 ما قدر يتحمل الدوز فاحيانا يعني ما ناخذ بالحرف شو بتقول ال ممكن انت تشوف المريض تبعك وتعمل support بال انه انا ليش عملت هيك و why, why I chose this treatment with this dose um, newer treatment options tropicidin tropicidin عملوا two phases phase face 2 study شافوا انه نعطيه ك pre-treated patient ولا كيموثيرابي نايف بيشنت طبعا الستدي صارت بال 2004 على البري تريتد بيشنت لقوا انه response ريت 4% 6 uh, month و 12 month progression free survival 24 and 12 respectively ل 12 month survival 52 and median survival تقريبا 1 year وشوي لما استخدموه بالكيموثيرابي نايف تقريبا كانت نفس النتائج تبع ال pre-treated patient ما عدا فرق انه حصلنا على 72% 12 month uh, survival. <inaudible> Median survival or response rate can't be. How chemotherapy naive patients Very, very, very rare. Based on the above results, the FDA approved trabectidine on October 23, 2015, for the treatment of advanced metastatic unresectable adult liposarcoma and leomyosarcoma mainly trabectidine for mainly uh, those two uh, histology so on the new biologic targeted therapy eripulon anti mitotic agent inhibit microtubule function is approved for metastatic liposarcoma failed on anthracycline كمان هذا ممكن نستخدمه يعني عندكم بعد ما يصير الانثرسايكل او اذا ما فيكم تستخدموه بصراحه انا بيكون ثاني شيء عندي هو الجيم دوسي تاكسل بعدهم بقى عندكم الاريبيولين الترابيكتدين بالنسبه للليو والليبوساركوما تختاروا بين بيناتهم الاربيولا مالي لللايبوساركوما الافيرولوماس امتور انهيبيتور از ابرود فور انجيو لايبوما اسوسييتد وذ تيوبراس سكليروسيس مالي نوت ريكويرينج سيرجري السيرولوماس كمان امتور هذا مالي بيستخدمه بالبيكوما اللي هي الابيثيلويد ساركوما اند لينفانجيو ليومايوماتوسس. هدول بيحبوا يسالوا عليهم بالبورد مثلا ممكن يجيبوا لكم الليمفو ويحطوا لكم السيروليمس البيكوما ويحطوا لكم السيروليمس فهدول شوي التريتمنت دايركتد بيست اون ذا هيستولوجي ومثل ما حكيت لكم لما الساركوما اللي عامله المراجعه تبع التيومر البورد ريفيو حاطه فيهم كل آه هدول انا تقريبا ملخصه الاسئله وحاطه لكم الشغلات المهمه آه بنوته الإماتينيب has activity in dermatofibrosarcoma protuberance and in tenosynovial uh, giant cell tumor. الإيبرانس مثل ما حكيت لكم الإيبرانس اللي هو CDK4 و CD6 هلا صار في اللي هو بنستخدمه بالميتاستاتيك بريست كانسر صار في ويل ديفرنشيتد لايبوساركوما اند differentiated لايبوساركوما وهي phase 2 ترايل بصراحه اجتني مريضه عمرها uh, 32 Uh, second opinion وتقريبا عامله uh, five or to five to seven surgery in her belly. طبعا اجاها ليو اجاها uh, liposarcoma بالابدومن وكل شوي الصوله شوي تقريبا سبعه سيرجري قالوا لها هي اخر سيرجري بعد هي السيرجري خلاص ما عاد في ما عاد في يعني ما عاد فينا نقيم شيء ثاني المهم حطتها حطوها هنا كانوا حاطينها على الاي برانس وجاها تقريبا 6 مانث ريسبونس

فانا بصراحه بعد ما قريت وهيك وما بقدر احطه على كيمو قمت حطيته على يعني ما بدها تاخذ اي في كيمو فحطيتها على الابيما حطيتها على الابيما من شي سنه مع انه شي بروجريست اون اي ولهلا اي هاف ا ديسيز ريسبونس ثانك جاد يعني لهلا فاحيانا ممكن تعمل شويه سويتش حتى لو ما موجوده بالترايل صار الترايل على الاي وصارت وصار الترايل على الابيما وما قالوا مثل البريست اذا والله بروجريس على واحد يو هاف تو سويتش فأنا بصراحة هلأ عندي مريض تاني كمان هي progressed on uh, eye prance I switched him to a B-micycle. So ممكن تحطوا هالشغلة ببالكم. Some of these results with these new drugs need to be validated and evaluated in a prospective control trial before targeted therapy is adopted as a standard treatment for sarcoma. I agree بس معنا يعني yani ما في a huge number of patients uh, sometimes to do prospective trials. <applause> هلا بالنسبه حطيتهم بس شغله صغيره احيانا في عنا نوع من انواع السوفت شو ساركوما هي غالبا بالبيدياتريك بس ممكن تجي بالادلت نخليهم ببالنا اللي هن الاوستيوجينيك ساركوما الوومز تيومر الاوينج ساركوما ممكن تجي بالسوفت شو؟ نعم ممكن مو بس بالبون رابدوميو ساركوما بلاستوما Adult with these rare diagnoses follow with the, uh, follow the therapy administered to the pediatric patient. بصراحة أنا المرضى هدول لما بيجوني غالبا ببعثهم على clinical trial بال NIH. في a lot of clinical trials على الرابدو وعلى النيوروبلاستوما وعلى uh, على الولمس. The Ewing I treated. Is there a role for neoadjuvant or adjuvant chemotherapy for adult soft tissue sarcoma? صارت هاي الترايل adjuvant chemotherapy طبعا بتلاحظوا انه الترايل تبع تبع الساركوما شيء بالستينات شيء بالسبعينات ثمانينات يعني rarely ي... لحتى تلاقي 2018 2019 فدائما بتلاقي فهي 2000 this is 2001 which is good. So adjuvant chemotherapy for soft tissue sarcoma Uh, Italian randomized extremity sarcoma study. Amlo mm -hmm. randomization. Noti. Not surgery. After radiation. After noti. Iperosan. Ifosfamide. ولا observation for high one of four patients. High grade. More than five centimeters of tissue sarcoma. The median disease-free survival for chemotherapy arm was 48. For non-chemotherapy arm, 16 months. Uh, <coughs> and five-year overall survival for chemotherapy arm 70 versus 50 with 7.5-year median follow-up the intention to treat uh, analysis still shows a trend to improve overall survival بالـ uh, uh, soft tissue sarcoma بالـ extremity mainly وهي هون حضرت لكم الـ study هل الـ adjuvant chemotherapy for soft tissue sarcoma in 1997 best study to date looked at individual patient data of 14 trials with median follow-up of 9.4 years Shafu disease-free survival for local distant control and disease-free survival for local distant treatment overall survival control or overall survival level treatment total number of patients with soft tissue, soft tissue sarcoma were Uh, 1,569 um, عادةً لقوا disease free فري سيرفايفل للكنترول 45 مع التريتمنت 55% الأوفر سيرفايفل بالكنترول 50% و 54% شايفين ما كتير في فرق بصراحة not clinically significant ممكن يكون local control uh, local recurrence غالباً بقل للمريضة we will, يعني الجول تبعي أنه decrease local recurrence rather than survival. number of patient with soft tissue of extremity sarcoma, uh, can it be overall survival 39 control and 46% قبل ما بلش بهاي في تقريبا آخر ال Where's the immunotherapy locating the treatment? هلا هي الستدي اللي صارت واللي أنا من خلالها بعطي كل مرضاتي الامين ال- ال- البمبرو. صارت هي الستدي بصراحة um, هي كانت مع المنتور اللي أنا اشتغلت معها سي هي اللي كانت عاملة هي الترايل اسمها سارك 028. A patient with soft tissue sarcoma هي phase 2 ترايل had to be aged 18 years or older. حتى كان في مرضى معهم بون ساركوما بهاي الترايل. Enrolled if they were age 12 or more. Patient had histologic evidence of metastatic or surgically unresectable locally advanced sarcoma, had received up to three previous lines of systemic anti-cancer therapy, had at least one measurable lesion according to the recess trial, recess measures, and had at least one lesion accessible for biopsy. فهدول المرضى طبعاً عطوهم PEMPRO uh, two arms study uh, 200 IV PEMPRO every 3 uh, weeks وكان البرايمري primary endpoint هو objective uh, response كانت الستدي study between March 13, 2015 وFebruary 18, 2016 enrolled 86 patients 84 of whom received PEMPRO-Lizumab and 80% of whom are evaluated for response After approximately 17.8 months, 40 patients with soft tissue sarcoma had objective, 18% uh, response, including uh, 40%, uh, four of 10 patients with undifferentiated pleomorphic sarcoma, two of 10 patients with liposarcoma, one of 10 patients with synovial sarcoma, no patients with leiomyosarcoma. Had an objective response. Two of 40 patients with bone sarcoma had an objective response, including one of 22 patients with osteosarcoma, one of five patients with chondrosarcoma, and none of the 13 Ewing sarcoma. So, the interpretation in you know, at uh, the primary endpoint of overall response was not met for either cohort. However, PEMPRO showed. Uh, encouraging activity in patients with undifferentiated pleomorphic sarcoma or de-differentiated uh, liposarcoma. Uh, بالنسبة لل ال, ال, بالنسبة لل بصراحة أنا معظم المرضى على الـ UPS بعطيهم ياه. في مرضى كانوا أخذين عندي uh, في مرضى كانوا أخذين عندي. Uh, انثراسايكلين وفي مرضى ما كانوا اخذين انثراسايكلين في مرضى استخدمت لهم اياه بصراحه سكند لاين عندي مريض undifferentiated هاي جريد بليومورفيك sarcoma المريض تقريبا ضل سنه كامله عنده ريسبونس فهذا حتى صار معه للمريض توكسيسيتي تقريبا صار معي هيباتيتس فوقفت له يا تقريبا عطيته الدواء تسع شهور مو 12 شهر بس ضل الريسبونس للشهر 12 وبعدين هي بروجريست فبعدين رحت على الفوتريانت استخدمت الفوتريانت كثيرد لاين اللي بدي اقوله اذا عندكم هدول اللي اذا عندكم هدول الهيستولوجي اللي هن اندفرنشيتد دي حتى احيانا الانجيو ساركوما السينوفيال ساركوما وما عاد عندكم شيء تعملوه ممكن تعطوه ممكن تعطوا الكيترودا انا في شغله بعملها قبل ما اعطيه بس فور مي يعني هو مو طالبين بي دي 1 بس انا بطلب البي دي ال1 فاجتني مريضه عندها سبندل سيل ساركوما برقبتها يعني اول يوم شفتها بالعياده ما في داعي افحصها في طابه دافشت مثلا يعني تيرند هير فيس دافشت وش على الطرف الثاني وما عم تقدر تحرك ايدها ابدا يعني paralyzed ايدها سنسيشن وموتر الموتر بتحس بس ما فيها تحركها لانه الـ لانه الماس بوشنج طبعا البايوبسي اجت بريكيال بلكسس سبندل سيل ساركوما هاي جريد فانا طبعا مع كل مريض بطلب البي دي ال1 سبحان الله اجى البي دي ال1 تبعها 71% عم انا قلت له للجراح اي ام فيري كونفيدنت اني اعطيها بيمبرو كترودة قبل الجراحه ليش اعطيها كيمو؟ عم قال لي استديت قلت له لا ما لا استديت بس 71 شو بدك اكثر من هيك فالمهم عطيتها للمريضه 6 بيمبرو قبل الجراحه ثاني ثاني بيمبرو المريضه was able to move her hand a sensation is back تقريبا على الجرعه الرابعه الماس تقريبا اي بيرلي سيت يعني لازم اقرب على المريضه وشوفها وين الماس ودور عليها برقبتها على 6 كان تقريبا

في عندي كثير مرضى استخدمت لهم كترودا سواء second line, third line and I have a very good response طبعا على حسب الهيستولوجي ودائما دائما اطلبوا ال دائما دائما اطلبوا ال يعني اذا بتقدروا تطلبوا ال PDL1 فهذا ممكن انه يساعدكم او other mutation انا ما بعرف قديش متاحه عندكم هي التست بس اذا بتقدروا تسووها فممكن انه تساعدكم ال بس بس Summary امتى ممكن انا اعطي نيو ادجوفنت كيموثيرابي؟ بصراحه انا بشهر 11 حضرت مؤتمر اربع ايام اسمه سيتاس سوفت تشو ساركوما هو ناشونال وكانوا عم يحكوا فيه انه هلا عم يحاولوا بالادجوفنت في 3 4 ترايلز بالادجوفنت عم يحاولوا يعملوا مثل اللونج اند اذر جي اي تيومرز يعملوا كومبينيشن دوكسو مع Pempro او اتيزو Uh, في other trials عم بيشتغلوا على إنه نعمل كيمو رادييشن بصراحة أنا عملتها لمريضين كيمو رادييشن I alternate كيمو دوكس روبيرسون single agent أو دوكس أو single agent إيفوسفاميد مع رادييشن كأجوفنت تريتمنت synovial ساركوما عندي كان مريضة تقريبا الماس 19 سنتيمتر around the elbow. فقال لي الجراح either you give neoadjuvant or I will amputate the 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 arm. فهي المريضه عمرها صراحه 39 year old فكمان هي المريضه عملت لها neoadjuvant doxorobinson single agent مع radiation therapy and we have a very good response. والمريضه uh, اذا موجوده صار في فوكل في لسا فوكال مارجن فوكل بوزيتيف uh مارجن بس اعطيناها رادييشن ورجعت اعطيتها كيمو الجوفن كيماثيرابي وهلا على السرفيلنس افري ثري مونث فبصراحه هو ما في ستاندرد اوف كير في كيس غالبا كيس باي كيس وبتدور على ستدي كثير صغيره على كم مريض صارت تو سبورت يور يور ديزيجن تقريبا هي السوفت ساركوما Uh, some summary: On disease-free survival, adjuvant chemotherapy for soft tissue sarcoma. Conclusion: Disease-free survival may be improved in patients who receive adjuvant chemotherapy. Overall survival has not been shown to improve with chemotherapy for all soft tissue sarcoma. Based on studies using doxorubicin-based chemotherapy, if there is a benefit, it appears to be small the risk and benefit of adjuvant chemotherapy should be discussed on case-to-case -case basis. surgery and adjuvant radiation remain good standard of care for most patients with soft tissue sarcoma, more than 5 centimeter of extremities and trunk. for soft tissue sarcoma arising from visceral or abdominal sites, surgery alone remains the standard of care. adjuvant chemotherapy is investigational. Uh, adjuvant chemotherapy is investigational radiation. Has no role in the treatment, selected patient who may benefit from. Penisible neoadjuvant chemotherapy or adjuvant for soft tissue sarcoma, it's case to case basis. Younger patient less than 65 year old with good performance status with extremity or trunk soft tissue sarcoma are borderline resectable disease mum canati on neoadjuvant. Patient with the following soft tissue sarcoma. Kabam canati on neoadjuvant. myxoid liposarcoma or round cell liposarcoma high-grade undifferentiated pleomorphic uh, sarcoma synovial sarcoma مثل المريضة اللي حكيت لكم عنها and adult with rare pediatric type uh, uh, soft tissue sarcoma متكلاح في دكتورة